أوجه رسالتي الآن إلى المجلس الرئاسي صراحة ولوزير الداخلية. علما أن من الجمعة الماضية هناك تنبيه من المجلس الرئاسي بعدم التظاهر في الساحة وما إلى ذلك. هناك مخطفين اختطفوا من مدينة بنغازي يوم الجمعة. والمؤسف والمضحك والذي يخجل صراحة عدة جهات خطفت، لكن لم يبقى لنا إلا واحد إلى الآن لم نعرف أين مكانه. تواصلنا مع وزير الداخلية للأسف، والشيء الذي يدني القلب لا يعرف مكان احتقاله. وزير الداخلية مجلس الرئاسي، وزير الداخلية مجلس لا يعرف مكان الاحتقال. فإذا أنتم المجموعة التي تحرس هذا المكان لا تواصل معها، لماذا تقوم بحرس هذا المكان للأسف؟ يعني في شخص معتقد إلى الآن صراحة، وجوز دوسة الوحدة هي وبنتها، إلى الآن لم نعرف أين هو.